لأن مروة قلتي أيضا في بداية الحديث إن ممكن السعادة ترتبط بالصحة. صحيح. وأيضا لما نذكر الصحة دائما نذكر المرض المعاكس لها وأيضا الدواء، لأن تعد صناعة الأدوية إحدى الصناعات الهامة، لطالما كان الدواء أحد الركائز الأساسية في حياة الإنسان وشغله الشاغل، لكن في بعض الأحيان يخطئ الإنسان في طريقة التعامل معها وخاصة طريقة حفظها. لنتعرف عن أفضل هذه الشروط خلنا نشوف التقرير التالي. بداية فصل وارتفاع درجات الحرارة، نصح خبراء في مجال الصحة بضرورة حفظ الأدوية في مكان جاف وبارد، وتشير الدراسات الطبية إلى أن إهمال الأدوية وتعريضها للحرارة من الممكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية وتغيرات في كيميائية الدواء وتركيبته الفعالة، وهو ما يكثر في فصل الصيف وما يصاحبه من نقل لعبوات الأدوية خلال التنقل، خصوصا مع وضع الأمتعة التي تحتوي على أدوية في أماكن حارة، حيث أن التغيرات التي تطرأ على مفعول الدواء بفعل التخزين الخاطئ لا تكون ظاهرة للعيان دائما، حيث لا يظهر أي تغيير في لون ورائحة الدواء. ومن مخاطر استخدام الأدوية بعد تعرضها للحرارة عدم استجابة المريض للدواء بسبب فقدان مفعوله، مما يؤدي إلى تفاقم المرض وحدوث مضاعفات صحية مثل المضاعفات التي تحدث لمرضى السكر عند استخدامهم أدوية أنسولين فقدت مفاعيلها أو مضاعفات لمرض الربو. ولا يقتصر الأمر على الأدوية بل يطال المستحضرات التجميل أيضا، وذلك بعد تركها في الشمس حتى وإن لم تلاحظ تغير في المنتج سواء على مستوى الشكل أو الملمس، إذ يؤثر ذلك على الصحة العامة والبشرة ويسبب مضاعفات خطيرة لها. لذلك علينا أخذ الحيطة والحذر من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل والمعقمات في مكان لا يتناسب مع ضمان جودتها وسلامتها.